تسلا كل يومين صوابع العزف، العشر صوابع بتعزف بيها. يعني بتقدر تعمل التوزيعات الموسيقية على البيانو اللي هي بتعملها، الفايلنز والآلات النفخ وكل حاجة، بتسمع الموسيقى كأنها فاينل، يعني خلاص تألفت بالتوزيع بكل حاجة. دي قيمة البيانو، وهو آلة طبعا مهمة جدا لأي مؤلف موسيقي إنه يتعلم بيانو. تلاقي كل المؤلفين اللي في الدنيا حتى اللي بيعزفوا فايلن أكتر من البيانو لازم يعرفوا يعزفوا البيانو، فمن هنا جت أهمية الآلة دي. وأنا من صغري حبيت الآلة دي واتعلمت في الكونسرفتوار. بس قبل ما اتعلم في الكونسرفتوار كان عندي الاهتمام والشغف بان انا عايز اعزف بيانو، وده اللي شد انتباه والدي. ووالدي قال لعمي، عملوا لي امتحان بقى في الكونسرفتوار وقبلت ان انا اخش من اول دفعه. والمؤلف الموسيقي بيألف على البيانو، وهي آلة جميلة طبعا وأصواتها في منتهى، وكتب لها آلاف مؤلفة من الآلة كسولو، يعني البيانو فقط كتير جدا، شوبان وبرامز وغيرهم من الليست. أي حد عمل البيانو، بيتهوفن على صناعة البيانو، موتشارت عمل سوناتا البيانو وأعمال كتير، فده السبب. فمهمة جدا للمؤلف، ومهمة في الأوركسترا، ومهمة للتأليف.